نروح لباسم مرسي نشوف هيقول ايه مع زميلنا حسن غنيمة، ثم فاصل ونعود بعد الفاصل. التحية لك مجددا كابتن سيف زاهر من داخل استاد السويس الجديد، وعقب فوز نادي الزمالك 2-0 على حساب فريق مصر المقصة، معنا واحد من ابرز المهاجمين في الدوري المصري برصيد 10 اهداف، 9 اهداف في الدوري وهدف وحيد في الكاس، ونجم نادي الزمالك السابق واللي اثير حوله العديد والعديد من اللغط في الفترة الاخيرة بشان انتقاله لنادي الزمالك او بقائه في فريق مصر المقصة، نجم الدوري المصري، واحد من ابرز الهدافين كابتن باسم مرسي. برحب بيك فون تايم سبورتس، بقول لك بالتاكيد هارد لك، اديته مباراة الى حد ما جيدة امام خصم عنيد زي نادي الزمالك، لكن بس خلينا اسالك السؤال اللي دايما بيسالوك الناس في السوشيال ميديا، يعني انت بالتاكيد لعيب كبير وعندك امكانيات كبيره بشهاده كل خبراء الكره المصريه، لكن لما بتلعب قدام نادي الزمالك بنحس كده انه باسم محتار، يعني بيحب نادي الزمالك قدام نادي وبيته، وفي نفس الوقت هو بيلعب بشرف لنادي اللي بيرتدي فانيلته، صح كده؟ انت اوصف لي الحاله دي. انا برحب بيك وبرحب بالكباتن اللي في الاستوديو بالكابتن سيف. والله دلوقتي انا لاعب، كنت لاعب سابق في نادي الزمالك وبحترم نادي الزمالك جدا، ونادي الخير عليا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى، لكن دلوقتي انا حاليا مع نادي مصر المقصه ببذل اقصى جهد عندي عشان اكسب. النهارده والله كنت بموت نفسي فعلا عشان اكسب، ده حق مشروع ليا، ولو انا ما عملتش كده يعني نادي الزمالك لما لعبت فيه ما تعودش على كده، لازم ملعب في نادي لازم اخلص للمكان اللي انا فيه. ففضل الله الواحد بيلعب في مصر، نادي مصر المقصه نادي محترم، اداره محترمه، معانا جهاز فني محترم، لعيبه كويسه طبعا، لا بموت نفسي طبعا في كل الماتشات، والله كل الماتشات بقى الواحد بيحاول يبذل اقصى جهد عنده. يعني عايز اسالك سؤال بعيدا عن الدبلوماسيه، يعني هل انت جالك عرض من نادي الزمالك او حد من مسؤولي نادي الزمالك كلم باسم مرسي بشان الانتقال نادي الزمالك مع بدايه الموسم المقبل؟ بص والله يعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، انا مركز مع مصر المقصه، المكان ده انا يعني بلعب فيه حاليا دلوقتي، فانا اخر الموسم ممكن اجاوبك على السؤال ده، لكن حاليا مش هقدر اجاوبك على السؤال ده بصراحه. يعني كلمني بقى عن الاحوال في نادي مصر المقصه، احنا عارفين انه في يعني الدنيا الماديه مش احسن حاجه داخل مصر المقصه، لكن احنا شايفين اللعيبه رجاله وبتادي اداء اكتر من رائع داخل الملعب، يعني في حدود المتاح داخل الملعب بقياده الكابتن عظيم. والله بص انا يعني طالما نزلت الملعب بينسى اي حاجه، انسى الماديات وانسى اي حاجه، انت طالما نزلت الملعب انت بتلعب عشان تكسب، عشان تساعد زمايلك، تساعد ناديك، خلاص اركن كل حاجه، سواء في فلوس ما فيش فلوس، احنا بننزل الملعب انت بتلعب لاسمك ولتاريخك، فصعب تنزل الملعب تفكر في الماديات، يعني ما احنا بنقاتل واللعيبه كلها بتقاتل. كنا نتمنى ان احنا نعمل حاجه النهارده في كاس مصر، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بنلعب فرقه كبيره، فرقه محترمه، نادي الزمالك، ان شاء الله ربنا يستر في اللي جاي ونقدر نكمل كويس زي ما احنا ماشيين في الدوري. يعني اخيرا بس مرسي مكمل مع المقصه الموسم ده ولا هيرحل؟ والله بص برضو اقدر اجاوبك على السؤال ده نهايه الموسم. انا دلوقتي مركز الحمد لله، ربنا كرمني مع نادي مصر المقصه، ماشي بشكل كويس، فان شاء الله ربنا ييسر كده بس الماتشات الباقيه كده، وان شاء الله اخر الموسم نشوف احنا هنعمل ايه باذن الله.